نعم. فضيلة الشيخ، لو إنسان نسي السجود الثاني بعد ما قضى الصلاة، تذكر أن باقي سجود، ماذا يفعل؟ هل يعيد؟ نعم، إذا نسي السجدة الثانية في آخر ركعة وسلم، نقول وتذكر، نقول عد للصلاة، انوي أنك الآن جلست للدعاء بين سجدتين، ثم اسجد السجدة الثانية، ثم سلم، ثم اسجد السجدتين بعد السلام.